سلام عليكم، سلام عليكم، اخوكم شطة حيكم. الناس بقى تطلع معايا كده في البث عشان في كلام كتير قوي انا عايز اقوله. الناس تطلع معايا في البث المباشر عشان في كلام كتير عايز اقوله، عشان في ناس بتتظلم وناس بتاخد فلوس على حس ناس، فاهمين؟ في ناس بتاخد فلوس على حس ناس، وناس مستعبطه ناس وكده يعني. ناس مستعبطه ناس وكده يعني. الدنيا ايه؟ الدنيا وحشه. بس سيبه يابا، سيبه. الدنيا يا اخواتي، الناس بتستعبط الناس والناس مش شايفه الناس. هيبقى خرابه. فنان الغبره اهو. بص بقى يا اخواتي، في ناس كتير بيتاكل حقها في البث المباشر ده. تعالى جنب يا شاوة اقول للناس بتقول ايه بعد اذنك. في ناس يا اخواتي هنا مظلومه، وانا واحد منهم. انا واحد من الناس اللي كانت مظلومه يا اخواتي. بصوا بقى، بما ان حب الناس يا اخويا ابن الاصول اللي كنت لسه بتتكلم، حب الناس سبب اللي انا فيه دلوقتي. اليوتيوب الناس اللي انا كنت معاه كانت بتاكل حقي. اخواتي اللي انا بحبهم، وانتوا عارفين ان انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. فالناس كانت بتستغلني وبياخدوا مني فلوس اليوتيوب. وبالنسبه للعربيه، عشان قال لك مجد شطه جاب عربيه من اليوتيوب، لا يا اخواتي، انا جاي اهو اخواتي على العربيه عشان اوريكم العربيه اللي انا اشتريتها دي انا عامله ازاي. لو انتوا شايفين ان هي تبقى في مقام مجد شطه، اكتبوا بس مباشر وقولوا لي تبقى في مقامك او مش في مقامك. ادي يا اخواتي العربيه اللي انا جبتها من اليوتيوب اللي هم بيقولوا عليها دي. لو فلوس اليوتيوب هتبقى دي العربيه اهي. يا اخواتي، اخواتي ايه كلهم بحمد ربنا وبشكره بقى، فاهمين يا جدعان؟ بصوا بقى، لو كانت الناس دي بتدوني فلوس اليوتيوب كنت ركبت احدث. اوريكم العربيه. العربيه اهي يا جدعان. انا مش هقل من الناس اللي بتشتري عربيه ب100 وكذا وب170 و180. انا مش عايز غير دي، بس الناس تسيبني في حالي. الناس تسيبني في حالي، وكل اللي كان عليا جنيه يخش عليه بخراب، عشان انا بعرفش اقرا ولا اكتب. انا اسمي المتوكل على الله مجد شطه. كفايه عليكم كده. انا عارف ان انتوا هتتصلوا بيا ومش هستسمحكم، والمره الجايه هتلاقوا ناس داخله لكم البيوت يا بتوع السوشيال ميديا اللي بتاكلوا حق الناس كده. الرسالة وصلت يا اخواتي.